هوم. هذا المكان هو بيتي، لعبت هنا 8 أعوام في هذا البلد وسعيد بوجودي هنا هذه المرة، ولكنني هنا في وضع مختلف مع بيترو أتلتيكو فريقي الأنغولي لنلعب مباراة في دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، ولدي شعور جيد بشأن مباراة الغد. أنا أعلم أنها لن تكون مباراة سهلة لأن الزمالك فريق قوي، ولكننا سنحاول أن نلعب جيدا ونفوز بهذه المباراة. وبهذه المناسبة أنا أعرف أن الأهلي سيلعب غدا أمام الهلال، وذلك قبل مباراتنا أمام الزمالك بعد أن خسر الأهلي مباراة نصف النهائي أمام بالميراس. أنا لا أهتم بالنتيجة بقدر سعادتي بالفريق، لأن النادي الأهلي يشارك في هذه البطولة بشكل سنوي، وهذا شيء جيد للنادي. أنا أعرف أن الأهلي سيحالفه الحظ في يوم ما أن يصل إلى المباراة النهائية أو ربما يفوز بالبطولة، لأن الفريق يتطور بشكل كبير. وبالحديث عن كأس العالم للأندية واشتراكي فيه من قبل، أنا لا أحب إجراء مقارنات ما بين الأجيال لأنها كرة قدم في نهاية الأمر، وكل جيل له خصائصه، ولكن الأهم هو تطور الكرة المصرية بشكل دائم. وبالفعل رأينا الفريق المصري في نهائي البطولة الإفريقية، وأنا سعيد جدا بهذا التطور. وبالمناسبة الفريق المصري كان رائعا، ولكنهم كانوا غير محظوظين في ضربات الترجيح، وهذه هي كرة القدم. كنت أتمنى أن تفوز مصر بالكأس، وأنا حزين لأن مصر لم تفز، لأن مصر هي بلدي الثاني، ولكن لدي شعور قوي أن مصر ستتأهل إلى كأس العالم على حساب السنغال، لأن مصر لديها لاعبين جيدين ومدير فني جيد.